السلام عليكم الفابيدة، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا بصحة جيدة. اليوم ان شاء الله باذن الله غادي نشارك معكم غراتان دوائر البطاطس، سيجي رائع جدا. يمكن لكم تقدموه كوجبة غداء او لوجبة عشاء، نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. سهل التحضير، في ساعتين وجد نخليكم مع المقادير وكذلك الطريقة ديال التحضير. غادي نحتاجوا لك مكونات 3 حبات ديال البطاطس، والكمية تتبقى على حسب افراد الاسرة. اللي غادي نديروها في ماء مغلى مع القليل من الملح، ونديروها تسلق. من بعد ما تسلق نديروها في مصفات ونخليوها حتى تصفى لينا مزيان من هذاك الماء. غادي ناخذوا نفس المقلات او لا مقلات اخرى، نديروا فيها واحد حبه متوسطه ديال البصل مع 3 حتى 4 الفصوص ديال الثومه اللي غادي يعني نفرمهم، وغادي نضيف عليهم زيت الزيتون او زيت نباتي على حسب المتوفر في البيت. غادي نديرهم على نار اللي هي متوسطه ونخليهم حتى يدبلوا ليا مزيان، دبل ليا مزيان هذيك البصله مع القليل من الملح. من بعد ما نزلت ليا البصله يمكن لكم تغطيوها الا بغيتوها تطيب لكم مزيان. من بعد ما تطيب لكم البصله غادي تضيفوا عليها طماطم. بالنسبه للطماطم غادي ديروا 3 حتى 4 ديال الحبات ديال الطماطم. انا هذا الفيديو هذا كنت صورته لكم قبل رمضان بشويه، فهادشي علاش تشوفوني انني محضره صلصه الطماطم اللي كنت غادي نديرها في المجمد. المهم خديت 4 ديال المغرفات. يمكن لكم نتوما تحكوا 4 ديال الطماطم وتحيدوا ليها الزريعه، وضفت عليهم معلقه كبيره خالط ما بين القزبر والمعدنوس، درت شويه البزار وشويه ديال الفلفله الحمراء الحلوه، يعني التحميره. المهم ونخليها تنزل ليا مزيان يعني حتى تقال ليا. والتوابل يمكن لكم ديروا اي تتبيله بغيتوا. نفس المقلاه غادي ندير فيها بلا ما تغسلوها، ديروا فيها، انا درت فيها 4 كيلو ديال الكفته مع زيت الزيتون، خليط يعني درت الكمون والفلفل الاسود او الابزار، يعني جميع التوابل، الملح، القزبر والمعدنوس خليط ديالهم. غادي ندير كذلك الخرقوم البلدي، التحميره او الفلفل الاحمر الحلو، الزنجبيل او سكينجبير، وتيكونوا تنظن هادو هما المكونات اللي درت فيهم. غادي نمزج في الكل جيدا، ودائما اللحوم او الدواجن ديروهم على نار عاليه اللي كنتو ديروهم كحشوات باش تخلصوا من الماء ديالهم، يعني باش ما يطلقوش لكم الماء. من بعد ما غادي يطيبوا غادي ناخذ واحد المول اللي ندهنوا بالزبده، وغادي نبدا ندير فيها ديك دوائر ديال البطاطس. ضروري انكم تخليوها تصفى مزيان باش بالطلق ما تجيكمش ميها اثناء الطهي. غادي نستفوهم على هذا الشكل هذا كيف تشوفوا معايا، وغادي نديروا من بعد طبقه ديال الصلصه ديال الطماطم. فبالنسبه للصلصه ديال الطماطم ها نتوما تجي ثقيله، تجي رائعه جدا. وغادي نفرقوها من فوق هذيك البطاطس. يعني هذه الوصفه هذه فهي سهله في التحضير، ما تاخذش كثير من الوقت، وصحيه، وفيها يعني اللحوم، فيها النشويات، يعني فيها فوائد اللي هي كثيره. غادي ناخذ الكفته وغادي نفرقها كذلك من فوق هذيك لاصوص او الصلصه ديال الطماطم، وغادي نزيد واحد شويه ديال الصلصه ديال الطماطم من فوق هذيك الكفته اللي بقات ليا. من بعد غادي ندوز وغادي نضيف الجبن الاحمر المبشور. بالنسبه للجبن الاحمر المبشور يمكن لكم ديروا طبقه من فوق البطاطس عاد ديروا الصلصه، يعني تيبقى لكم الاختيار. يمكن لكم ديروا كذلك الجبن المربعات من التحت، فيعني الجبن يمكن لكم تحكموا فيه نتوما كيف ما بغيتوا. وبالنسبه لهذه الوصفات فضروري الجبن المبشور يكون من الفوق، يكون احسن، تيعطيه اللذة والطعم اللي هو رائع جدا. تتكون هذه هي النتيجه النهائيه. تيجي غطاه اللي هو لذيذ 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 بزاف، تيحبوه الصغار قبل من الكبار وكذلك الكبار قبل من الصغار. فجربوه وخليوا لي التعليق ديالكم كيف غادي يجيكم. وكيف معودكم دائما فانا تنشارك معكم مرسو او لواحد طريف باش هكا تشوفوا كيفاش تجي الوصفه من الداخل. ها نتوما البطاطس تجي رائعه، تجي يعني ما تجيش نهائيا ميها. هادشي علاش عطيتكم يعني ان البطاطس خاصها تكون مصفيه والطماطم تكون كذلك شاربه. فنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه وتنال الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش باكبر عدد من اللايكات والبارطاج ديال الفيديو. نخليكم بصحتكم وراحتكم الى فيديو لاحق باذن الله. السلام عليكم.